مع مفاوضات طويلة باش تكون يوم اليوم يوم الأحد. رفع سيلامي دو توفيق ديدي، هذه وهذه الازدواجية التي فما شكون سماها حتى في بعض الإعلام العالمي بازدواجية خطاب مريضة من الجانب الأمريكي، وكلنا تابعنا أمريكا وموقفها من رفح وبلينكن شنو اللي قال وبايدن كيف كيف، واليوم وكأننا أمام قوات مشتركة إسرائيلية أمريكية مرة أخرى لمحاصرة رفح ولقصف رفح. امبارح عجبت الموضوع، تكلمت على ازدواجية الخطاب وتكلمت على الموضوع هذا، واليوم جاء الرد. الدليل الرسمي شكون اللي تكلم؟ كوماند هذا تشيف اوف ستاف اللي هو معناها جوينت يعني رئيس القوات الكل الامريكيه اللي يحكم في الجيش الامريكي الكل. تكلم البارح وتكلم على الاجتماع اللي صاروا بين القاده الصهاينه العسكريين الصهاينه، والامريكان الجيش الامريكي اللي يعني اخذ الامور بيده اقترح على الجيش الصهيوني كيفيه العمل في رفح، والخطه اصبحت امريكيه لم تعد معناها صهيونيه، والتنفيذ باش يكون مشترك، الاستعلام عند الامريكان والتنفيذ على يعني الصهاينه. شنو هو الخطه نتاعهم؟ انه يبقيوا على السكان في المكان هذاك، ثم حسب الاستعلامات اللي باش يعطيوها لهم الامريكان بوسائل متطوره جدا باش يقصفوا معناها اماكن محدده في رفح، ثم القوات الصهيونيه تقوم بعمليه قوات خاصه داخل رفح في اماكن يعتقدوا انه فيها المقاومه. هذا هو مع اغلاق نهائي لمعبر رفح. شوف معناها الدناءه باش يتم تطويق المدينه بكلها واغلاق معبر رفح. هذا جنرال يتكلم راه معناها يا رب فيقوا يا رب اسمعوا مليح باش يحكي، معناها اصبحت العمليه مشتركه امريكيه صهيونيه ويتكلم على اغلاق رفح يعني باش نوقفوا يعني المساعدات والمؤونه، فهمتي؟ وكل الميناء ذاك ما طلعها كما قلت لكم فشوش كذبه كبيره مش ريحته جمله واحده، واليوم الميناء البحري فمش ريحته كذبه كنا قلتها وقتها وضربت على الطاوله وقلت لكم البارح مستحيل لانه نعرف معناها نعرف معناها ميناء باش ترس عليه بواخر يا ولدي، بواخر مش حاجه سهله، راه مياه عميقه راه جرف رمال. على كل حال اللي يهمني اليوم انه الامريكان هم اللي اعطوا الخطه تاول للصهاينه بيجي معناها ليش هي راهي العمليه مفهومه. راهو لو كان تاقف الحرب وعاودتها يمكن ألف مره، راهو عسكريا نتكلم، لو تاقف الحرب اليوم ويتم اتفاق بعد التفاوض راهو امضاء على هزيمه عسكريه فادحه وقويه وظاهره لاسرائيل. ليش؟ لانه راهو دائما الحروب دائما في الاخر هي نتيجه الاهداف العسكريه نسبه تحقيقها قديش حققتها 100% 50% 40%. يعني اذا كان اقل من 50% راهي هزيمه. ناخذ مثال على اوكرانيا، سهله العمليه. اليوم نتكلم على انتصار، راهو انتصار روسيا. ليش؟ لانه الهدف الاول نتاع الاوبيراسيون سبيسيال العمليه الخاصه تم تحقيقها بالكامل. اليوم عاش نتكلم ولو على حرب في اوكرانيا انتهى الموضوع، اصبحت هزيمه واضحه. اذا لو يخرج الجيش الاسرائيلي اليوم في الحاله اللي هو فيها رغم الدمار والقتل وكل شيء، راهو اذا باش يمضي بطريقه واضحه وجليه على هزيمه الجيش الصهيوني في غزه. استاذ احمد غالي، هو سميح احنا التناقض هذا في الاداره الامريكيه بين الاقوال والافعال، ما فماش دليل اكبر من انه الاداره الامريكيه تبعث في الايامات هذه، وهذا يقولوه مسؤولين من البنتاغون ووزاره الخارجيه، معناها قنابل و مقاتله طراز F-35A و 2.5 مليار دولار محركات يبعثوهم للكيان المحتل توا سرا. عندك عندك 1800 قنبله سماح طراز MK84 وزنها 2000 رطل، 500 قنبله MK82 تزن 500 رطل، والقنابل هذه شو يقولوا عليها؟ يقول لك قادر انها تدمر المباني واحداث حفر قدرتها 40 قدم او اكثر. يعني الـ 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 القوة التدميرية للمباني إيش مازال فيها غزة باش تبعثوا لهم قنابل تدمر المباني. ويقول لك هذا الجيوش الغربية ما عادش تستعملهم، هذوما كادوا فما مدنيين، يعني أتعس من التعاس عمي يا خاطر. يعني القنابل هذه الجيوش الغربية استغنت عليها وين فما مدنيين، وهذاك وتبعث الولايات المتحدة الأمريكية تبعث بهذه القنابل قصد مزير تسوية غزة بالأرض
ثم يقول لك معناها راو احنا نحب وقفة القناة. بلي نستسمع كان في جملة قال سيناتور امريكي نطق يقول لا يمكن استجداء نتنياهو للتوقف عن قصف المدنيين وفي اليوم التالي نرسل له الاف القنابل. علينا انهاء تواطؤنا، من المقزز ان نزود اسرائيل بقنابل يمكنها ان تسوي المباني بالارض. ساندرز هو ساندرز يقول احنا متواطئون، نحن متواطئون، الامريكان متواطئون. وتقول لي انت ازدواجيه في الاقوال الافعال، هذه مش ازدواجيه، هذه خيانه، هذه اداره امريكيه، هذه دوله خائنه بامتياز، هذه تحب تشارك في الإبادة الجماعي. واليوم انا في جنوب، في الدعوه اللي عملتها جنوب افريقيا امام محكمه العدل الدوليه، يجب كذلك محاكمه الولايات المتحده الامريكيه، لانها كذلك مش الكيان المحتل برك يعمل في الاباده، بل ان الولايات المتحده الامريكيه تشارك في الاباده. القنابل هذه قبل ما نعطيك الكلمه ابو البيبه ومعز سيد العميد، القنابل هذه اللي كان يقول فيها الاستاذ احمد الغربي فعلا ممكن ان تسوي غزه بالارض، هي يعني 1800 قنبله تدميريه، وهذيك المسيره F-35 اللي حكينا عليه، واللي اغلى طائره موجوده، اغلى طائره موجوده 180 مليون دولار. اي يعني بفلوس تونس 500 مليار معنا بفلوس تونس كعبه واحده، هذه راح نتكلموا عليها. القنابل هذه شنو تجبتها؟ شوف القنابل هذه هي قنابل قبل كل شيء عمياء، ثم قنابل متطوره اللي هي قنابل مالي اي نعم، ثم قنابل ذكيه تمشي في المكان تاعها، لكن هذه يرميها ممكن تحطم نقول عطور بالعربيه، يعني بنايه من 20 طابق البنايات الضخمه تنجم تردها فتات. ريتو الدمار اللي شفتوه كله هو جاي نتيجه القنابل MK80 82 و84، هذوما قنابل امريكيه في العاده يستعملوهم في الجيوش لتدمير الحصون اللي يعني اللي تمترس فيها العدو، مش المباني مدنيه. هذا قنابل صنعت وقت الجيوش تتخبى في كازمات، في يعني اماكن خنادق وملاجئ كبيره، لانه تخرق لوحده ثم تنفجر في الداخل. هي مش مجعوله للمدنيين، ممنوع استعمالها المدنيين، يعني الاتفاقيه الدوليه مثل الغام يعني ضد الافراد، هذه ممنوعه منعا باتا استعمالها في المدن. قديش من قنبله استاذ موجوده؟ 1800 قنبله. 1800 وقت نتكلم عن 300 65 كيلومتر. هذوما يسميهم سامح، يسميهم الاسلحه سيئه السمعه، عندهم اسم اسلحه سيئه السمعه، يعني تسوي المباني بالارض. مش قعد فيها مباني هي باش يسويوا الباقي، يعني محاوله، مش محاوله، هذه طريقه للاباده. وانا نحب نفهم، قلت لك فما جمله بلي ما تبعوني فيها، علاش اليوم تقف كان محتل امام المحكمه العدل الدوليه من اجل الاباده؟ حتى الولايات المتحده الامريكيه لازمها زاده كيف تكون موجوده في محاكمه على الاباده الجماعيه. كلمه مجازر اللي تسمع فيها هذيك راهي قنبله واحده، كل يوم 100 200 يقولوا 8 مجازر، اش معناها؟ راهو طائره رمت 8 قنابل، كل واحده منهم باش تعمل هكا اللي شفتوه، كل واحده كي تترمى عمارات. سيد عميد 1800 قنبله في قديش من كيلومتر؟ 350 يعني. كيلومتر مربع. ولكن هاو واش يعملوا متوا؟ نقول لك واش قاعدين يعملوا بهم هما اليوم بعد عملوا اللي عملوه تفطنوا اللي غزه اصبحت مصيده، لان وريتك المباني المدمره قبل لك تبدا بنيه ظاهره سهل، لكن ما دام غرافا معناها ركام، الركام ولو يستعملوا فيه يعني المقاومه الباسله لاطلاق النيران، لانه اصعب بكثير انك ترى الرامي في غرافا من انك تراه في شباك في دار. اذا باش يزيد يسويه توا بالارض حتى هاك المدمر، حتى هاك العمارات يبقى فيها معناها اماكن من شفتوا كي يرميوا المقاومين، يجي في مكان معناها دار مدمره ياخذ مكان يطلع ويرمي وينسحب. اذا هذا هو العمليه باش يعاودوا يحطموا المحطم. والبيبا اين الكونغرس من هذا؟ في الاصل شفنا بانه كان فما مشاكل في وسط اللوبيات اللي موجوده في الكونغرس، وفيما يخص هذيا هالاعانات والمساعدات، ان كانت مساعدات بالسلاح او بالاموال.